بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مرة تانية في كورس الكمبيوتيشن مانجر. احنا شفنا خلاص السوفت وير ميترينج وفهمنا هو ايه. المرة دي هنتكلم عن الاسيت انتليجنس. الاسيت انتليجنس بيعمل كذا حاجة. أول حاجة هو بيتراك الانستولد ابلكيشنز، تاني حاجة هو بيروح يكلم مايكروسوفت يجيب الكتالوج من عندها يقول لها والله الابلكيشن ده السبيكس اللي هو بيحتاجها كذا، فاحنا اقدر استخدمه في الريبورتنج اللي انا اقدر اشوف الاجهزه اللي ينفع ينزل عليها الابلكيشن ده مثلا، او الكوليكشن هينزل ينفع ينزل عليها الابلكيشن ده. بقدر احدد منه مين الناس الادمن او مين الناس دايما بتستخدم الاجهزه ديت اللي هي البرايمري يوزر على الاجهزه معينه. بقدر احدد منه انا كومبلاينت لللايسنس بتاعتي ولا لا. بقدر ارفع له مثلا ملف شيت اكسل مثلا بيقول فيه الداتا بتاعت اللايسنس بتاعتي، فهو من خلال الشيت ده ويقارنه بالعدد المستخدم من الابليكيشن الحقيقي، يقدر يقول لك والله انت مثلا الشيت بتاعك فيه 50 لايسنس اوفيس وانت عندك 40، فانت كده ليك كلاس 10 اوفيس، او مثلا انت عندك 60 فانت كده مش كومبلاينت لللايسنس، لا انت محتاج تشتري كمان 10. طيب خلينا ازاي نينيبل الاسيت انتليجنس. هي اول حاجه باجي في ادمنستريشن سيرفر اند سايت سيستم رولز، باجي هنا اقول له اد سايت سيستم رول. الرول بتاعتي اسمها اسيت انتليجنس سينك بوينت. مش هستخدم سيرتيفيكت في السينك، وهسينك كل 7 ايام. اوكي سامري نيكست. بعد ما خلاص السيت اب خلص، اكيد هو شغال في الباك جراوند هياخد له وقت، باجي هنا في اسيت انتليجنس واتاكد هي انيبلد. هنا بيقول لك انيبل اسيت انتليجنس سينك بوينت انيبلد باي ديفولت. لو هي ما كانتش انيبلد فانت بتيجي تعمل لها انيبل من هنا. بعد كده بتحدد الكلاسز اللي انت عاوز تعمل عليها انفنتوري. فاكرين احنا في الهاردوير انفنتوري كنا حددنا الكلاسز اللي احنا ممكن انفنتوري عليها. الاسيت انتليجنس هيقول لك انت عاوز انفنتوري على ايه. فانا لو قلت له انيبل اول اسيت هو كاني اخترت من هنا كلهم. فانا اخترت الانستولد سوفت وير مثلا، الكونسول يوسج مين الناس اللي بتلوجن على الاجهزه ديت بشكل كبير، ايه الابلكيشن اللي بتشتغل اوتو ستارت، اللايسنس داتا، السوفت وير شورت كات، الانستولد ابلكيشن او انستولد اكسكيوتبل، اليو اس بي ديفايسز اللي على الاجهزه، السوفت وير تاج، والبراوزر هيلب اوبجكت. ولو وقفت مثلا على اي كلاس كده هيقول لك الريبورتس المتاثره بالكلاس ديت. يعني لو انا اخترت ديت فالداتا بتاعت الريبورتس الفلانية ديت بتيجي عن طريق الكلاس ان انت عملت انيبل للكلاس ديت. فلو انت دخلت على الريبورتس عملت سيرش على اللايسنس 02C و05A، الداتا بتاعت الريبورتس ديت جت عن طريق ان انت عملت انيبل للكلاس ديت. هقول له اوكي، يقول لك متأكد ان انت عاوز تنيبل كل دول، علشان كل كلاس انت بتعملها انيبل بتزود التايم بتاع الهاردوير انفنتوري. هقول له يس انا متأكد. بس فكده المفروض هيقول له سينك السينك اسيت انتليجنس كاتالوج كده. هيروح يكلم مايكروسوفت يقول لها ايه الابلكيشنز اللي عندك، هاتيلي داتا منهم. ولو انت عندك ابلكيشن مش عند مايكروسوفت الداتا هيترفع ويروح لمايكروسوفت عشان تقدر تضيفه في الكتالوج. لو فتحت هنا كتالوج هتلاقى كتالوج فيه مجموعة من الكاتيجوريز اللي انت مثلا الابليكيشن تقدر تحدده اللي هو ضمن الكاتيجوري ديت، الانفنتوري سوفت وير، والهاردوير ريكويرمنتس. الهاردوير ريكويرمنتس ديت اللي قلت لكم يعتبر الكتالوج اللي هيحصل له داونلود. مثلا ادوبي اكروبات 3 دي محتاج مينيمم 500 ميجا هرتز سي بي يو و512 تقريبا نص جيجا رامات، وحوالي جيجا ونص ديسك سبيس ده المينيمم بتاعه.
بقية الابليكيشنز هتبتدي تظهر لك هنا حبة بحبة، وتقدر انت تضيف هاردوير ريكويرمنتس معينة، تديلي مثلا سوفت وير تايتل ايا كان، اي بي سي ابليكيشن محتاج ميموري قد ايه، مينيمم رام قد ايه، ديسك قد ايه، وهكذا. الاسيت انتليجنس ملهاش هنا في الكلاينت سيتنجز اي اعدادات الواحد يعملها الا في اليوزر اند ديفايس افينيتي، لو انت عاوز تجيب الداتا عن اليوزر وديفايس افينيتي. ديت مفيدة اللي انت تعرف والله مين اليوزرز اللي هم يعتبروا الاونر بتاعة الاجهزة، عشان هم دول بيعملوا بيحصل عليهم او بيعملوا لوجن بشكل كبير على الاجهزة ديت. انما مفيش اي حاجة تانية هنا خاصة بالاسيت انتليجنس. اقول له اوكي، ارجع تاني عند الاسيت اند كومبلاينس. بقى بس اللي انت لو انت عاوز تضيف كاتيجوري جديدة بتقدر من هنا كريت سوفتوير كاتيجوري او فاميلي او ليبل. ولو جيت هنا على الاسيت انتليجنس بتقدر تعمل امبورت للسوفت وير لايسنس الفايل اكسل فايل معاك او سي اس في فايل اللي معاك، ومجرد ما تعمله امبورت تقدر بقى تعمل ريبورتنج على الداتا. فعلشان نبتدي بقى ناخد ريبورتس من الاسيت انتليجنس، اللي بنعمله اللي هو نيجي على ويندوز 8 نخش على الران اكشنز بتاعت الماشين بوليسي. ماشين بوليسي درايفر اند ايفالويشن، بعد كده هاردوير انفنتوري سايكل، وبعد كده سوفت وير انفنتوري سايكل. نستنى شوية وبعد كده نيجي نشوف الروبوتات هنا شكلها ايه. فلو جيت على الاسيت انتليجنس اكيد مش كل روبوت ستات كوليكت داتا، بس مثلا لو قلت له وريني hardware that is not ready for software upgrade collection old system، والبرودكت اللي انا عاوز مثلا اعمل له upgrade هو الفوتوشوب سي اس 2 مثلا، اقول له view report. فكده هيقول لي الاجهزه بناء على الهاردوير بتاعها وبناء على الداتا اللي هي بتاعت الادوبت اللي هتنفع يحصل لها upgrade ولا لا. الواضح ان هو مطلعليش اجهزه، فانا تقريبا كل الاجهزه بتاعتي تنفع تشغل ادوبي. ايه تاني؟ ادي الحاجات اللي هي بتاعت الفوليوم لايسنس لو انت كنت عملت امبورت للسي اس في فايل او الاكسل فايل. خلينا نشوف مثلا ريسنتلي يوزد اكسكيوتابل بروجرامز باي سبيسفايد يوزر. اليوزر نيم مثلا بتاعي ادمنستريتور، عاوز الحاجات اللي هي ليها انستولر ولا الحاجات اللي هي ملهاش انستولر ولا الكل. فخلينا نشوف مثلا الكل كده ونقول في روبوت، فجاب لك مثلا اس سي ام 01 انترنت الحاجات دي على اللاب بي سي 01 انترنت ايه اللاب بي سي مثلا انترنت، هتلاقي في كالك مثلا ما عملتش داون، ورام نت الباور شيل وميديا بلاير وسيت اب اكسبلورر كنترول بانل سي ام دي. فجاب لك معظم الحاجات اللي انت استخدمتها فده بس شكل بسيط من الاسيت انتليجنس. طبعا كل الريبورت دي هتنفعك بشكل اكتر لما تبتدي الداتا تيجي عندك.